الرسم أو الفن بيخلق من رحم المعاناة. لم تثنه خدمة الوطن عن هوايته التي لامست حدود الإبداع، شغفه في الرسم الذي كان يلجأ إليه بعد كل تعب وكل مهمة كان يؤدي فيها واجبه الوطني بكل شجاعة. عمري 31 سنة، مواليد 90، عسكري من 2012، خلصنا جيش هلا بال 2021 بالشهر السادس. بالرغم من الصعاب والتطورات الصعبة أو المراحل الصعبة، فلا بالعكس كانت مرحلة بالنسبة لي غير مختلفة تماماً. يعني أثبتت بجدارة أنه الفن بده تضحية. 9 سنين بصعوبتها بقساوتها يمكن كان فيها شيء من الفقدان، فقدان أحبي، فقدان أصدقاء كانوا معي مهمة جرحة كمان. هذه الصورة لأحد زملائي رسمتها، كمان رسمت غيرها كتير، هيك مثلا هذه بتقنية رصاص، كمان رسمت غيرها لشهداء. كانت فينا نقول دمعة حزن كما بيقولوا، يعني غصة، بس بالرغم من هيك كفينا. حارات الشام القديمة لها حضور في عالم محمد الفني، حيث يستحضرها ووجوه من سكنها. فالشام هي في قلب كل سوري. أنا اخترت هذه اللوحة بالذات لأنه المكان هذا مكان هيدا المكان خلف الجامع الأموي، باب الجامع الأموي. هذا المكان بالذات بيعني لي كثير، أسريته وقدمه وأزليته، فكتير في بتحسي أنه شو حنين، تراث متأصل. يعني البيئة الساحلية هدول يعني أنا رسمتهم كلياتهم تحت ظروف يمكن ما فينا دائما نقول صعبة، فهيدي اللوحتين كانت عن تراث. يعني فيني أقول لك أنه رسمتهم بكل شغف وحب واشتياق يمكن وحنين، يمكن لكوني أنا ابن الضيعة وابن الساحل السوري، يمكن حنين للأم للأخوة للجار. فالقش مهنة متأصلة، أمي بتصنع القش، كمان بترص الزيتون. إيه فحبيت كتير أنه اختياري كان هدول ذكرني فيهم. بعزيمة وإيمان أن لا شيء يمكن أن يقف عائق بوجه طموحه، وكل الصعاب يكتب محمد قصة أبداع من قصص أبطال الجيش العربي السوري الذي أثبت انتصاره على مر السنين.